السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في حرف جديد من كل يوم حرف. النهاردة بعد ما عملنا حرف الفي في الحلقة اللي فاتت في الفيديو اللي فات، تمام، النهاردة هنعمل حرف الدبليو. حرف الدبليو هو بيتعمل على اجزاء كتير بس سهل وبسيط برضو، مش بياخد معانا وقت. يلا بسرعة نعمل لايك ونعمل شير ونشترك في القناة عشان يوصلنا كل جديد. يلا بينا نبدأ مع بعض نعمل حرف لايك على طول كده في السريع عشان نبدأ مع بعض واحنا نفسنا مفتوحة كده ونتفرج على طريقة الشغل. يلا بينا نبدأ حرف الدبليو. هنبدأ مع بعض نعمل عودة بداية، بعد كده هنعمل 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. التسعة سلاسل دول اول سلسلة طبعا مش هنعدها، هندخل في السلسلة اللي بعدها، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8. كده اول سطر خلص معايا على 8 غرز. هرتفع بعد كده سلسلة والف الشغل واعمل فوق الثمان غرز 8 غرز تاني، اجي 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى كده انا عندي سطرين بتمن غرز. هرتفع سلسلة والف الشغل، ده السطر رقم 3، هعمل تزايد في اول غرزة، اول غرزة هعمل فيها تزايد، بعد كده دي تاني غرزة 3 4 5 6 7 8. كده السطر خلص معايا على 9 غرز. هرتفع سلسلة وهشتغل 3 اسطر حشو، اللي هو السطر الرابع والخامس والسادس، 3 اسطر هنشتغلهم حشو بدون اي تزايد او تناقص. هكمل الثلاث اسطر وارجع لكم نشوف هنكمل مع بعض الحرف ازاي. كده خلصت الثلاث اسطر على 9 غرز اللي عندي. هرتفع سلسلة وهعمل تزايد في اول غرزة، انا هنا التزايد عندي من الجنب ده، تمام، ادي تاني غرزة 3 4 5 6 7 8 9. هرتفع سلسلة هعمل غرزة حشو هنا، همشي عادي على 9 سلاسل، 9 دلوقتي بقى 10، ان انا عملت تزايد في اول غرزة، ادي 3 4 5 6 7 8 9، ورقم 10 هي اللي هعمل فيها التزايد. يبقى انا كده عندي 11 غرزة. هرتفع سلسلة والف الشغل واعمل سطر حشو بدون تزايد او تناقص، ادي 1 2 3 4 5 6
سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر. انا كده عملت سطر بدون تزايد او تناقص، كده معايا حداشر غرزة. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهاجي هنا هعمل غرزة حشو، وهنا حشو برضو اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة، والحداشر هعمل فيها تزايد. يبقى أنا كده السطر ده خلص معايا على اتناشر غرزة، كده معايا اتناشر غرزة. هرتفع بعد كده تلتاشر سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر. هرجع كده على أول سلسلة وهعمل غرزة حشو، هعمل فوق كل غرزة غرزة، كده هيبقى معايا اتناشر سلسلة، دول هيبقوا اتناشر سلسلة، هعمل فوق كل غرزة غرزة ودول اتناشر سلسلة، يبقى أنا كده معايا اربعة وعشرين غرزة. هكمل كله غرز حشو وارجع لكم تاني. كملت السطر اهو، بقى معايا اربعة وعشرين غرزة. الاربعة وعشرين غرزة هرتفع عليهم برضو اربعة وعشرين غرزة، يعني هعمل سطر برضو بدون اي تزايد او تناقص، فوق كل غرزة غرزة. اكمل السطر ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض تاني. خلصت السطر فوق الاربعة وعشرين، عملت اربعة وعشرين. بعد كده هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهعمل تزايد في اول غرزة، ادي واحد اتنين في نفس المكان، وبعد كده همشي فوق كل غرزة غرزة وهزود في اخر غرزة. هكمل بقية السطر حشو ونرجع نكمل مع بعض. كملت اهو للسطر الاخر، واخر غرزة هعملها تزايد. يبقى انا كده السطر دون خلص معايا على ستة وعشرين غرزة. هرتفع سلسلة وهبتدي اقسم بقى حرف الدبليو، اجي غرزة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية سلسلة، وهلف الشغل وارتفع تلات اسطر تاني فوق السطر ده، يبقى معايا اربع اسطر بدون اي تزايد او تناقص، تمن غرز. هكمل التلات اسطر التانيين وارجع لكم تاني. كملت التلات الاربع اسطر السطر الاولاني، وانا عملت تلاتة تاني، بقى عندي اربع اسطر بدون تزايد او تناقص. هرتفع سلسلة والف الشغل، هعمل في اول غرزة هعمل فيها تزايد، بعد كده دي تاني غرزة حشو، تلاتة اربعة خمسة ستة، ورقم سبعة وتمانية هعملهم تناقص عشان انا زودت في اول السطر. السطر كده بقى معايا تمن غرز برضو. هرتفع سلسلة وهعمل فوق كل غرزة غرزة تمن غرز، هرتفع ستة اسطر، انا هرتفع ستة اسطر فوق كل غرزة غرزة. هكمل الستة اسطر وارجع لكم تاني. كملت الستة اسطر، هاجي دلوقتي هرتفع اهو، هرتفع سلسلة وهاجي على اول غرزتين هعملهم تناقص، واحد اتنين دول هعملهم تناقص، وهمشي لاخر السطر اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، واحنا هنا كنا خدنا الاتنين دول تناقص، فهعمل اخر واحدة هعملها تزايد. كده بقى ما عندي تمن غرز تاني اهو، بنتأكد ان هما تمانية، ادي واحد اتنين
تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. أنا عملت كده سطر حشو بدون أي تزايد أو تناقص، هعمل سلسلة وألف وأطلع خمس أسطر تاني بدون تزايد أو تناقص، هكمل الخمس أسطر ونكمل مع بعض باقي الحرف. كملت كده خلاص ست أسطر وكده الجنب ده خلص. هبتدي نعمل تقسيمة الجنب الناحية التانية. هنعد من بره لجوه، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، زي ما هنا خدنا تمانية برضو من الأول. هجيب الخيط، هعمل نفس اللي عملته في الجنب اللي فات الناحية التانية بالظبط. هاجي هنا ادي اول غرزة التثبيت وهاخد معايا الخيط ده عشان اثبت الشغل، واجي اول غرزة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. التمن اسطر دول هطلع عليهم تلات اسطر تاني زي ما عملنا هنا، طلعنا اربع اسطر بدون اي تزايد او تناقص. هنا هشتغل برضو اربع اسطر، عملت منهم سطر هرتفع تلات اسطر تاني وارجع لكم. خلصت كده الاربع اسطر، انا كده بقيت ايدي من جوه مش من بره. هنا كنا احنا عملنا التزايد من بره والتناقص من جوه، كنا بدأنا بالتزايد، انا هنا هبدأ بالتناقص لان التناقص هيبقى من جوه. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، واول غرزة وتاني غرزة هعملهم تناقص، تالت غرزة هعملها حشو، والرابعة حشو، خمسة ستة سبعة، ورقم تمانية هعمل فيها تزايد اللي هو الطرف، هو اللي دايما هيبقى فيه التزايد. عملت تزايد، هعمل سلسلة وألف الشغل وارتفع ست أسطر فوق كل غرزة غرزة، ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. هرتفع خمس أسطر فوق السطر ده بدون أي تزايد أو تناقص. كملت الست غرز، وصلت للناحية دي هعمل سلسلة وهرتفع، بعد كده هعمل تزايد في أول واحدة لأن أنا جيت على إيدي أدوم جت الناحية دي يبقى أنا بعمل تزايد، جيت الناحية دي بعمل تناقص، اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، والسبعة والتمانية هعملهم تناقص. هرتفع سلسلة وارتفع ست اسطر فوق كل سطر فوق كل غرزة غرزة الست اسطر، هكمل ست اسطر ونرجع نكمل مع بعض الحرف. خلصت اهو الجنب دون زي الجنب ده بالظبط بنفس الخطوات، من جوه بنعمل تناقص ومن بره بنعمل تزايد. كده احنا لو تفتكروا كان معانا 26 غرزة، 26 غرزة عملنا 8 من هنا و 8 من هنا، 8 و 8 16، يعني باقي 10 غرز في النص. العشر غرز دول هبدأ اشتغل عليهم دلوقتي عشان اعمل الجزء بتاع حرف ال W. هاكد كده هاجي في اول غرزة، طبعا انا بثبت الاول زي ما اتفقنا، هاخد اول غرزة وتاني غرزة هعملها تناقص، اجي كده اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، والتسعة والعشرة هعملهم تناقص. يبقى أنا كده كان عندي عشر غرز، عملت تناقص من الجنب ده وتناقص من الجنب ده، بقوا تمن غرز. هرتفع سلسلة، هعمل غرزة حشو على كل غرزة، ادي واحد
اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية. كده أنا عندي التمن غرز. التمن غرز دول هشتغل عليهم، هشتغل كمان سطر تاني حشو بدون تزايد أو تناقص سلسلة، وهلف هشتغل تمن غرز تاني. أدي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية. أنا كده عملت سطرين بدون تزايد أو تناقص، عملت غرزة سلسلة وارتفعت. هعمل تناقص في أول السطر، أول غرزتين، وبعدين الغرزة التالتة حشو، الرابعة، الخمسة، الستة، السبعة، والتمانية، هعملهم تناقص. كده هيبقى معايا ست غرز. هرتفع سلسلة وألف الشغل وأشتغل فوق الست غرز ست غرز. أدي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. ستة حشو بدون تزايد أو تناقص. هرتفع سلسلة وألف الشغل وهعمل تناقص في أول غرزتين، وبعد كده هعمل غرزة حشو، اتنين، وآجي تناقص في آخر غرزتين. أنا كده عملت تناقص من هنا وتناقص من هنا، بقى معايا أربع غرز. هلف الشغل وهرتفع فوق كل غرزة غرزة على الأربع غرز. آدي تلاتة، آدي أربعة، هرتفع سلسلة وألف الشغل وآخد أول غرزتين تناقص وتاني غرزتين برضو تناقص. يبقى كده أنا معايا غرزتين. هرتفع سلسلة وأعمل غرزة اتنين على الاتنين، وكده الجزء اللي في النص ده كمان خلص. خلاص هقطع الخيط، اجي اجي الجزئية كمان اللي في النص، هقطع الخيط ونرجع نكمل الجزئية الأخيرة بتاعت حرف الدبليو. نضفت الخيوط اهي، تمام. هنبتدي نشتغل الجزئية دي. هنلف بقى الشغل كده، تمام. وانا هنا كان عندي 24 غرزة، هنا في 12 وهنا 12. ال 12 دول هعمل فيهم ايه؟ اهو واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، حداشر، اتناشر. هبدأ في اول غرزة هنا كده اهي، هثبت الخيط الاول، وبعدين هعمل غرزة تناقص من هنا. اجي اول غرزة، تاني غرزة، هنعملهم تناقص، وبعد كده هعد باقي الغرز بدون اي تناقص او تزايد. اجي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة. كده وانا عندي الغرزتين اللي انا عملتهم تناقص، كده السطر خلص معايا على 11 غرزة. نتأكد انهم 11 غرزة، هرتفع سلسلة وهلف الشغل وابتدي اعد. ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة. اجي 11 غرزة.
كده السطر اهو التاني خلص على 11 غرزة عملناهم حشو بدون تزايد او تناقص. هرتفع سلسلة والف الشغل واعمل تناقص برضو في اول غرزة، اول غرزتين، ادي واحد اتنين عملتهم تناقص، وهكمل 11 غرزة اهم اتنين تلاتة لغاية اخر السطر، مش هعمل تناقص ولا تزايد، التناقص بيكون من جوه. وكده السطر ده هيخلص معايا على 10 غرز. كده السطر ده خلص 10 غرز، هرتفع سلسلة وهعمل سطر حشو. ادي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. كده بقى معايا 10 غرز. العشر غرز هرتفع سلسلة كده وهعمل هنا تناقص اول غرزتين، وبعد كده هكمل بقية الغرز، تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. كده السطر ده خلص معايا على 9 غرز. التسع غرز دول هعمل عليهم 3 اسطر حشو بدون اي تزايد او تناقص. هكمل التلات اسطر ونرجع نكمل مع بعض باقي الحرف. كملت التلات اسطر، هرتفع سلسلة، وبعد كده برضو زي ما اتعودنا من الجنب ده بنعمل تناقص. كده بقت غرزة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. كده السطر ده خلص على 8 غرز. هنرتفع سلسلة ونلف الشغل ونعمل سطرين فوق كل غرزة غرزة، وكده يبقى خلص معانا حرف الدبليو. هكمل السطرين وارجع اشرح لكم ازاي نعمله مجسم او نعمله ميدالية ونشيه ازاي. اكمل السطر التاني وارجع لكم تاني. خلصت حرف الدبليو اهون وكويته، شايفين يعني رفع ازاي؟ لما بتحط عليها مكوى بيرفع خالص الشغل، تمام. انتي بقى لو عايزاها بنفس المقاس ده ونفس عدد الغرز بتعمليها. انا شغاله بخيط هيمالايا افريدي، هي طبعا كل الحروف عندي انا عاملاها ببقايا الخيوط يعني، لكن انتي لو تعملي اسم او حاجه بقى لازم تعمليها بخيط واحد بنفس الحجم، والاعداد هي هي برضو بنفس الحجم. لو انتي عايزه تعملي نفس العدد ده بس بمقاس اصغر اشتغلي بخيط ارفع من كده. كل ما الخيط كان رفيع كل ما اداكي حجم اصغر، سواء بقى بخيط رفيع او خيط تخين بتعملي طبقتين وتشبكيهم من الاطراف بالشكل ده كده بإبرة كروشيه او بإبرة تنظيف حسب ما تحبي، وتحشي فايبر. ده الشكل المجسم. لو انت عايزاه رفيع كده تمام، يعني نفس الخفية ديت طبعا بحجم اصغر مع خيط صغير، وعايز تعمليه ميدالية فبتنشيه. هتنشيه ازاي؟ وتنشي اي قطعة كروشيه عندك، بتنشيها بمعلقة غراء ابيض ونص معلقة نشا، وبعدين تحطي عليهم مية تخففيهم شوية كده هون، وتحطي فيهم الحرف او اي قطعة كروشيه عندك انت عايزة تنشيها. بعد ما بتتنشى بتبقى ناشفة وبتبقى ميدالية شكلها جميل جدا، او بتعملي الحروف دي وتعلقيها بيرث داي، او بتعملي اسم نونو او الطفل اللي انت عامله اللي انت بتحتفلي بعيد ميلاده او السبوع بتاعه. يعني الحروف بتنفعك في اي حاجه، الحروف برضو بتتحط على شنطه، بتتحط على اي بلوزه او كده يعني. فيا رب تكون الفكره عجبتكم. احنا قربنا نخلص الحروف، عايزه اسمع مقترحاتكم وتطبيقاتكم في الحروف ديت. تعليقات، يلا اعملوا لايك على الشغل عشان الكل يشوف الفيديو ويستفيد.
يلا، كانت معاكم رضا احمد، نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد وحرف جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.